أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مهمة جدا لكل دواء لأي حد عنده خصونة ركبة، التهابات مفاصل، أي ألام. النهاردة مفاجآت عديدة جدا، بس أي حد تعبان وحاسس بألام شديدة جدا ومش قادر يتحرك ورجليه وجعاه ومش قادر يقوم والموضوع متفاقم معاه وحاسس إنه عنده مشكلة كبيرة، يقعد بسرعة جدا يسمعنا في الحلقة المهمة دي، لأن إحنا معانا مفاجآت كتيرة جدا. ومفاجأتنا النهاردة الدكتور ياسر شكوير، استشاري الأمراض المعدية والمناعة والتغذية العلاجية. ومش هو لوحده بس دكتور ياسر اللي منورنا، لا معانا كمان الدكتور محمد حمدي استشاري العلاج الطبيعي. يعني النهارده باختصار احنا عاملين حصر مهم جدا لكل حاجه تخص العظام اللي فيها الام مبرحه وبتخلينا ما بننامش الليل، الالام الصعبه جدا اللي بتتعبنا اللي بترهقنا وبتخلينا ناخد مسكرات عن طريق المعده وتتعبنا. لا هنبعد عن كل ده خالص وهنتعالج ونساعد على العلاج بشكل امن وصحي كويس جدا مع تمول كريم، المنتج الهايل جدا اللي احنا بنقدمه بقالنا فتره طويله جدا وجاب نتائج هايله جدا مع الناس. هبتدي كلامي دلوقتي بشكل طبيعي وبالراحه جدا من غير اي حاجه، بسال الدكتور ياسر. دكتور ياسر، النهارده احنا بنركز بشكل قوي جدا على الالام، عايزين نخفف الالام عن كل الناس، ابهاتنا وامهاتنا واخواتنا في البيوت. ايه رايك في منتج تمولي كريم؟ ومنتج تمولي ده بيعمل ايه عشان يخفف الالام؟ احنا بنتكلم دلوقتي في الام مباشره اهو. تمام. الالم بينتج نتيجه الالتهاب، الجسم بيفرز مواد معينه بتسبب الاحساس بالالم. التيمول الكريم بالمواد الفعالة بتاعته بيروح يخترق الجلد، يروح يوقف مفعول هذه المواد وما بيعملش التأثير السلبي ان المواد دي بتقف، لان دي جزء من جهاز المناعة، الألم جزء من جهاز المناعة او الألارم، يروح يوقف الألم لانه يهم العيان جدا، وفي نفس الوقت يروح يخلص المفصل من اسباب الالتهاب. تمام جدا. يعني احنا عندنا دلوقتي منتج آمن طبيعي بيخلصنا من الألام وريحنا جدا جدا وما خليش عندنا الام، وبالتالي بيساعد على علاج الخشونه مساعده قويه جدا. دكتور محمد حمدي، انت طبعا استشاري علاج طبيعي، وقد ايه تشرح لنا ازاي بيتوغل ده او المواد الفعاله اللي بتفيدنا من المنتج ده؟ هو انا مبدئيا هزيدك من الشعر بيت. طيب. يعني القصه كمان مش قصه المريض بس اللي عنده مشكله هو اللي هيقدر يستفيد من التيمولي كريم، لا خالص. كمان الاسيليت الرياضي او اللي بيتجه لممارسه الرياضه راح جيم، ظهر بعد حاجه اسمها ماسل سورنس، بيبقى الم نتيجه الاجهاد اللي موجود في العضله، بيبدا يستعمل التيمولي كريم دوت، ممكن يستعمله بعد كمادات سخنه عشان يبدا يزود البلاد سيركوليشن، الدوره الدمويه للمنطقه ديت، يشيل اللاكتيك اسيد، ويبدا يستعمل بعديه التيمولي كريم على العضلات والمفاصل اللي يظهر فيها الام بعد دخول الجيم مثلا. ان شاء الله باذن الله جميع الالام دي باذن الله وان شاء الله يعني هتزول ان شاء كويس الله جدا. بإذن احنا الله. عندنا دلوقتي الشق الرياضي والشق العلاجي كمان، احنا بنتكلم دلوقتي كمان. انا دلوقتي بيجي لي تليفونات وبيجي لي ناس، ابهاتنا وامهاتنا، الناس اللي تعبانه في البيوت، بيبقى في الام مبرحه في العظم وجعهم جدا بتاثير الالتهابات اللي موجوده. طبعا بالتهابات بسبب خشونه، بسبب غضروف مثلا في اوله ولا حاجه. احنا عندنا تيمولي كريم بيساعد على العلاج، احنا زي ما قلنا اللي فيه اكتر من عنصر وكلها مواد فعاله وزيوت طبيعيه. دكتور كلمنا عن المواد الفعاله اللي موجوده في المنتج اللي بتخلينا نستريح، او نقول بالبلدي كده لكل ابهاتنا وامهاتنا، انتوا هتستخدموا المجموعه دي بشكل منتظم هتستريحوا. احنا قلنا في جلوكوزامين، ده عباره عن جلوكوز امين، ده امينو جلايكو بروتين، يعني بروتين وسكر في نفس الوقت، ماده كده. بتروح الماده دي عباره عن الطوب اللي بيتبني منه الغضروف، والطوب اللي بيتبني منه السائل اللي ما بين الغضاريف. تمام جدا، جميل جدا. تمام. يبقى هو بيساعد في بناء الغضروف في المفصل، والسائل الزلالي اللي بيعمل لوبريكيشن او تشحيم للمفصل. تمام. دي ماده واحده. الماده الثانيه كامفر اويل او زيت الكافور. جميل. في زيت النعناع. حلو. في زيت المنتول اللي هو النعناع الصناعي، في الساليسيليك اسيد اللي بيزود النفاذيه ومضاد للالتهاب، هو نفس ماده الاسبرين بس احنا مصدرنا طبيعي، لان الاسبرين اساسا مصدره طبيعي اللي هو شجر الصفصاف. تمام. في كاموميل، ده مهدئ وبيهدئ التوتر والتشنج العصبي اللي بينتج من الالتهاب. يعني هي توليفه بفضل الله سبحانه وتعالى، مسكن للالام، مضاد للالتهاب،
بيبقى سبب في بناء الغضاريف، ممكن يبقى سبب وحيد في الالتهابات المفصلية الخفيفة اللي درجاتها خفيفة، وبيبقى جزء أساسي في الخطة العلاجية كل ما الدرجة بتزيد. بالإضافة طبعا للعلاج الطبيعي بيبقى خطة ممتازة جدا. كمان عايز أستأذنك دكتور محمد حمدي إن الكريم ده هم ساعات في العلاجات بيستخدموا الألتراسونيك، بيستخدموا اللي هو الموجات الفوق صوتية في العلاج، في العلاج وبيحطوا جل علشان يعمل تأثير. ممكن الكريم يستخدم مكان الجل، يبقى جلسة مع الكريم ده على المفصل، الالتراسونيك مع الكريم يخش في المفصل. اعتقد انا بتكلم صح ولا لا؟ بيبقى الكريم مع الجل اللي موجود. يعني يستخدم الجل مع الكريم اللي موجود، بحيث ان يعمل حاجه اسمها فونوفريزس. تمام. الموجات فوق الصوتيه نفسها تبدا تدخل مع المواد الجميله الطبيعيه تخش جوه المفصل، تبدا تخلي البنتريشن مضاد للالتهاب. حلو جدا، كلام ممتاز جدا وكلام رائع جدا، وبمنتهى الصراحه وبمنتهى الوضوح اللي اتعودتوا مني بالثقه والامانه والصراحه اللي احنا بنقول يا جماعه. يعني اتقال كلام علمي كبير جدا، وفي اغلبيه الناس ممكن مثلا مش واخده بالها، بس احنا بنوضح يا جماعه وبصوره المنتج بتاعنا ده المجموع. احنا ما ينفعش طبعا تاخد واحده وتستخدمها، احنا بنستخدم كرسي كامل، قلنا من شهر لثلاث شهور على حسب الحاله اللي موجود. منتج امن جدا، منتج فعال، مرخص من وزاره الصحه. اي حد عنده خشونه ركبه، التهابات مفاصل، الام اسفل الظهر، الام في الرقبه، من غير تردد، لان احنا بنقول دلوقتي احنا بنحاول على قد ما نقدر نبعد عن البرشامات او العلاج اللي بيتاخد عن طريق الفم، عشان بيعمل تعب كتير جدا في المعده، ويبقى علاج كتير جدا وضغط على المعده، فبيعمل لنا ساعات قرحه وبيعمل لنا امراض. فاحنا مش هنعالج حاجه وبعدين نرجع نضر نفسنا في حاجه تانية. الام الخشونه او الالام اللي بتبقى موجوده بتبقى الام صعبه جدا، ما بتعرفش تنام، ما بتعرفش تقعد، وبالتالي بتاثر على العضلات وبتتعبك، بتعمل حاجات كتيره جدا جدا. وشرحناها ان المنتج بتاعنا الاوحد، هنقول في حاجات مش موجودة، في مواد مش موجودة فعلا لانها فعالة جدا. اي حد من ابو وام واخواتنا وحبايبنا، اي حد عنده الام، زي ما قلت اللي انا بقدم البرنامج بقالي فترة طويلة جدا، ومستمر اللي انا بقدم البرنامج عشان اقول واقدم الخير للناس، لان الثقة والامانة والصراحة اللي انا بقدم المنتج ده ايا كان المصلحة للناس. زي اي حد بياخد الكريم بيروح لجيرانه وجيران جيرانه ويقول لهم اتفضلوا خدوا الهدية الجميلة دي عشان بنخاف من الخشونة. دكتور انا زي ما قلت لك دكتور ياسر، واتكلمت معاك كتير جدا وشرحنا مواد للناس. احنا عايزين نتكلم على الناس دلوقتي بدون اي ما يعني، مش عايزين ايه نكلكع الموضوع قوي، عايزين بشكل مبسط نوصل للناس بسلاسه منتهى البساطه. اللي عنده خشونه والتهابات مفاصل، اللي عنده خشونه ومش قادر ينزل السلم ولا يطلع، حلو جدا، اللي بيجي الست الكبيره اللي مش قادره تروح الحمام، حلو، اللي مش قادره تقوم بشغل البيت، الشاب اللي هو يا عيني ويلاقي ركبته بتطقطق ومش قادر يعمل يلعب مع اصحابه، الكلام ده كله بيبقى ممكن بدايات، او بيبقى استعداد المفصل انه يتعب مع الحركات الخاطئه. خلي بالك يا دكتور، دول اللي شغلني، دول اللي شغلني ان هم عندهم الام، انا عايز اخفف عن الناس لو الألام. استخدموه ده هيبقى سبب في الوقايه ان هم يتعبوا. تمام. يعني هو احنا قلنا شوف كم مرحله، سبب وقايه قبل عشان ما يتعبوش، قبل المرحله واثناء العلاج مع خطه علاجيه او لوحده لو الدرجه خفيفه، وبعد كده ممكن نعمله من وقت للتاني كده علشان ما يحصلش انتكاسات. تمام. ثلاث مراحل في الامر، لكل الاعمار. قلنا شاب صغير ممكن يبقى عنده ضعف في الغضروف، لست كبيره عندها خشونه نتيجه الكبر السن والاحتكاك الكتير، لحد رياضي وحصل له اصابه في الكرسي العلاجي مع العلاج الطبيعي وبقيه الخطوط، وايد رينج، يعني في مدى واسع جدا، لان برضه هرجع واقول ان ده امن فعال طبيعي. حضرتك قلت حاجه، انا بس عايز يعني اضيف حاجه لحضرتك. انت بتقول البرشامات اللي بتبوظ المعده، انا متفق معاك تماما ان هي بتبوظ المعده، ولكن اللي بيخليها تبوظ المعده ان المريض بياخدها من نفسه. لو الدكتور كتبها له عمره ما هيكتب البرشام لوحده ولا ده لوحده، هيكتبهم الاثنين مع بعض. تمام. وبيبقى بخطه علاجيه مدروسه وبتوقيت مناسب. طب انا عندي ناس استخدمت الكريم بس بدون اي حاجه وبدرجه خفيفه، درجه خفيفه، درجة ممكن تستخدم الكريم لوحده ويبقى سبب وحيد في الشفاء. يعني احنا نقدر نقول دلوقتي اي حد عنده خشونه والتهابات مفاصل درجه اولى او درجه تانية يبتدي يستخدم. الدرجات العاليه اللي هي دخل على تاكل عظام والموضوع صعب جدا، لازم بخطه علاجيه يمشي مع الكريم بالظبط، بخطه زائد علاجيه زائد غير الدرجه الاولى، الدرجه الخفيفه، الوقايه لوحده، الريلاكسيشن والمساج والحاجات اللي قالها الدكتور محمد اللي هي بتعمل ريلاكسيشن للعضلات بتاعه الرياضيين لوحده. طيب بصوا يا جماعه عشان برضو ما نلخبطش الناس، احنا عندنا المنتج في الشركه بتقدم اربع علب وست علب ككرسي علاج. احنا لما نبتدي ناخد الكريم ونادي ثلاث مرات يوميا، احنا هنعمل
مسلسل نفسي انا امسك الكريم ندي طبقه خفيفه على منطقه الالم وحركه دائريه في اتجاه واحد. ده اللي قصده الدكتور ياسر ان ده اللي كويس جدا مكان الم. يا كمادات سخنه يا ريت ممكن نحط كمادات سخنه او ما نحطش كمادات سخنه على حسب الحاله يعني برضه. أيوة. لو الحاله بسيطه احنا بنقول احنا ليه نوصل لدرجه نهائيه؟ ليه احنا برضه هنخلي محور الكلام هنا ليه حضرتك تخلي نفسك توصل لدرجه نهائيه؟ ليه توصل للدرجه اللي ممكن تغير فيها مفصل طالما انت قدامك الفرصه؟ احنا بنقول تيمولي كريم هيبقى فيه وقايه قبل المرض وهتبقى نفسك شخصيا هتحس ان انت ماده الجلوكوزامين اللي في المنتج بتبني الغضاريف وبتساعد على بناء الغضاريف، يعني بالاخر كده ترجع لو انت درجه اولى او ثانيه ترجع ما فيكش اي حاجه باستخدام مجموعه دي. قلنا من شهر 3 شهور، ممكن شهر واحد تلاقي نفسك تمام ما فيكش اي حاجه لان ممكن الموضوع يبقى بسيط معاك، ممكن تحتاج مجموعه ثانيه، ممكن تحتاج مجموعه ثالثه، ولكن في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم عن الدكتور والكلام ده والعلاج اللي ممكن يمشي مع علاجنا. لازم الحاجات الحرجه الصعبه، انما الحاجات البسيطه خشونه في اولها او خشونه في الاول وطقطقه وجع والم ان شاء الله من غير ما تتعب نفسك في برشامات ان شاء الله منتجنا يجيب نتيجه بنسبه 90% بيساعد على العلاج كويس جدا وتبقى في احسن حال. لكن المرحله عندنا اتطورت وبقت صعبه فيها تاكل عظام، ممكن نستشير الدكتور والعلاج ده هيبقى علاج مساعد قوي جدا 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 في علاج الخشونه اللي هي واصله لدرجه متاخره. رايك يا دكتور محمد ايه في الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ احنا انا عايز اضيف بقى على موضوع الخشونه دوت الام اسفل الظهر، ايوه، الام الرقبه، ايوه، لان ان هو في حاجه اسمها فيشيس سايكل، التقلص العضلي بيؤدي الالم والالم بيؤدي لتقلص عضلي زايد. بالظبط انا جالي. فاحنا عشان نكسر لازم نكسر الدايره دي، فاسهل مكان نكسر فيه الدايره ده الالم. طيب صح. مع استخدام التيمولي كريم الالم لما يبدا يقل بالمساجنج افكت بتاعه سواء في الابلكيشن ان انا بعمله او سواء التاثير المباشر بتاع المواد الفعاله اللي موجوده فيه، تمام هيبدا يكسر السايكل والدايره ديت عند منطقه الالم، تمام، فبالتالي هيقلل التقلص العضلي اللي موجود. كويس جدا. انا برضو كان جالي شكاوى دكتور ياسر برضو فرصه عشان دكتور محمد حمدي معانا والدكتور ياسر، انا بيجي لي حد يقول لي انا عندي غضروف في ظهري او انا ظهري واجعني ومقصر على رجلي. بالزبط. انا مش قادر امشي رجلي وجعاني. اقول له هو الوجع في ظهرك ولا في رجلك؟ يقول لي في ظهري بس رجلي بتوجعني. طب انا مش يعني ايه بقى اللخبطه دي؟ انا عن نفسي انا بسيب بقى الموضوع للمتخصصين. العصب اللي بيغذي المنطقه ديت طالع من ظهره، طالع من ظهره بالظبط، فالمشكله كلها فوق. اي ضغط فوق من اول تقلص عضلي لخشونه لانزلاق غضروف لا قدر الله من انواعه، لكسر لا قدر الله، ممكن يكون في 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 فقره مثلا، فقره متزحلقه، كل ده ياثر على منطقه رجليه. ما يقدرش يمشي ده لا يعني ما يقدرش يمشي، ده من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجوده، ممكن يحصل حاجات تانية اكتر يعني، بس من ضمنها انه ما يقدرش يمشي. تمام. دكتور ياسر بشكل مباشر دلوقتي انا بقول لك احنا بنسمع كلنا عن عرق النسا، صح كده؟ ايوه. هو اساسا اسمه عصب النسا. عصب النسا هو عصب مش عرق. هو عصب واسمه النسا مش النسا. فاحنا سهلنا الامور وقلنا عرق النسا. هو عصب النسا اللي الدكتور محمد حمدي تفضل وقاله انه بيطلع من الغضاريف ينزل يغذي الرجل كلها من فوق لتحت. الرجل كلها. لما الغضروف بيتعب بيلتهب بينزلق بيتكسر لا قدر الله تعالى بيبقى في الم في المكان. بيضغط على العصب يبقى في الم في العصب والعضلات، يوجع الرجل، يوجع، يبقى كل الدنيا دي بايظه يعني كلها فيها الم. قال لي بقى اللي خد اللي قال لي ظهري واجعني ورجلي مأثر على رجلي، فقلت له انصحك باستخدام المجموعه. امان؟ قلت له امان جدا يا دكتور. قلت له اسال مجرب ولا تسال طبيب. الاف الناس بره مصر وداخل مصر خدوا المنتج، مع عمرنا ما زعلنا حد، الناس دافعه فلوس وعايزه نتيجه، عمر ما حد زعل مننا الحمد لله على مدار 7 سنين، بل الناس بتدعي لنا ومبسوطه جدا على انها فرصه. انا دلوقتي بقول اهو زي الدكتور ياسر ما قال وانا اكتشفت النقطه هي دلوقتي، قلت له ادهن على ظهرك طالما رجليك وجعاك. يا بقى اسال مجرب واسال طبيب. اسال مجرب اسال طبيب. اسال، هو المثل كده. انا ما ولا دلوقتي مع التيمولي، مع التيمولي كريم يعني. اسال مجرب، اسال مجرب واسال طبيب. احنا دلوقتي احنا عن طريقه دوت القصه كلها، ان احنا لما بنستعمله على في منطقه الام الظهر مثلا اللي هي مقصره اصلا على رجليه، انت لو كسرت برضو الدايره اللي احنا بنتكلمنا عنها، التقلص العضلي اللي موجود بيزود الضغط على العصب. بالظبط. فمجرد ما انت بتكسر الدايره بتاعت التقلص العضلي دهيت، الضغط على العصب بيبدا يقل، بيبدا تبدا تستريح.
ونفس القصه اللي عنده خصونه ركبه، اللي عنده خصونه ركبه يحس ان رجليه وجعاه ومقصره على مشط رجله من تحت، يحس ان رجله وجعاه من تحت وحاسس ان هو العصب بتاع عصبه رجله ده كله وجعه، كل ده يا جماعه من خصونه الركبه. احنا اختصارا كل القعده الجميله دي مع الدكاتره العلماء، الدكاتره اللي موجودين معانا، وزي ما قلنا القائم على المنتج مجموعه كبيره جدا من العلماء ومصانع كبيره جدا واخده الايزو، يعني مش بيتصنع كمان، بيتصنع على ماكينات عاليه جدا ومفيش يد بشريه بتتدخل وتعقيم عالي جدا. مستوى الامان يا جماعه جميل جدا وجامد جدا عن تجربة. اسأل مجرب واسأل طبيب معانا زي ما قال الدكتور محمد، يعني مجموعة هايلة جدا جدا. وانا بقول مرارا وتكرارا لو انا هتن اقدم البرنامج ده واستنى مستمر حتى لو انا بقيت ايه، او انت عارف اللي فيه افلام سينما وحاجات تغلب الفن، ولكن بقدم ده ليه؟ لان احنا زي ما قلنا بنقدم الخير للناس يا جماعة. صدقوني صدقوني الموضوع فيه علم وفي رقابه، مترخص من وزاره الصحه، امن جدا على كل حاجه، حاجه موضوعيه بتدهن وبتدينا نتائج فعاله، بتساعد على العلاج بنسبه 90%، حاجه قويه جدا. يعني انت وانت حاسس ان انت تعبان، لا بالعكس انت بتدهن الكريم وانت مستريح وامن ومطمن، صح يا دكتور ياسر الكلام اللي انا بقوله ولا ايه؟ كلام جميل جدا، بس انا يعني انا بقى كدكتور انت بتتكلم وعلشان انت واثق في المنتج طبعا وثقتك في محلها طبعا، ولكن لازم نبروز الكلام ده كله بحته ان الالتهابات درجات درجات طبعا، لازم الدرجه الخفيفه انا ابدا بده، ما اروحش اخد برشام من نفسي نهائي، لا طبعا نهائي طبعا. وحته ان انا حته الكمادات السخنه والساقعه بيبقى على حسب الحاله فيها ورم ولا لا، اصابه خبط ولا التهاب، حاجات كتير لازم استشاره الدكتور. هنخسر ايه لما نروح للدكتور؟ مفيش، مش هنخسر حاجه، احنا دايما دايما اللي بقول لك الحاجه، اي حد انا بعرف في الشركه هنا لما حد يجي يطلب منتج ولا حاجه اقول له انا عنده خصونه، طب انت عرفت اللي انت عندك خصونه منين؟ يقول لك انا رحت كشفت عند دكتور وعنده خصونه، خلاص اتفضل خد المجموعه دي، المجموعه دي امنه جدا وهتساعدك في العلاج. جميل تمام. حد يجي من نفسه يقول انا مش عارف عندي ايه، هقول له مش عارف عندك ايه، انا مش هبيع لك، روح اتفضل. بص يا دكتور دي استاذ جمال دي لو ما فادتش، يعني اقصد لو ما كانتش الخط العلاج الوحيد عمرها ما هتضر، هو طبعًا ده الفرق طبعا طبعا. انما انت لو خدت برشام من نفسك، لو انت مش انديكيتد يعني انت مالكش البرشام، هيضرك. تمام صح، من نفسك هيضرك، انما طبعًا لو دكتور كاتبه هيبقى عارف بيديهولك امتى وبعد الاكل ولا في نص الاكل ولا والوقت قد ايه وهيديهولك ازاي، ونوعيه البرشام بتختلف. قصة عايزين نمشي صح عشان ما نندمش. فبصوا يا جماعة زي ما اتفقنا كده، احنا قلنا مرحلة اولى، مرحلة تانية هنستخدم الكريم مفيش في اي سايد افكت ولا اي حاجة، هيبقى هيجيب لنا نتيجة كويسة وهيريحنا وهيضيع لنا الخصونة، لقينا الموضوع معانا متفاقم وفي موضوع في مشكلة وحاسين ان احنا دخلنا على تأكل عظام وتغيير مفصل والكلام ده، ده مفيد جدا 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 جدا، بقولنا بنسبة 90% هيريحك كتير جدا، ولكن بخطة علاجية عشان انت عندك حاجة اكبر من الكريم بشويتين ثلاثة، فلازم نبقى ده مساعد قوي في العلاج، من خطوط العلاج، ده من خطوط العلاج الاساسية المهمة. على فكرة لو افتقدناه في علاجنا هنخسر كتير، صح؟ خلي بالك بقى انا عن نفسي يعني احب واشجع وايد واحب قوي العلاج الموضعي. تمام. ليه؟ أوه. لانه ما بيعملش الاعراض الجانبيه بتاعت العلاج السيستميك بالظبط، ده بيروح للمكان اذا في ماده قويه وفي نفاذيه قويه، بيروح كانك انت بالظبط خدت العلاج اللي ببقك ده حطيته على المكان. خلاص مش حته بقى ان انت تاخده ببقك يروح للدوره الدمويه ياثر من شعر راسك لضفر رجلك. تمام صح، كلام مظبوط، هياثر، هيعمل مضاد للالتهاب وهيعمل اعراضه الجانبيه. والله يا دكتور قالت لي كده، قالت لي يا استاذ جمال احنا خدنا الكريم والله، وحتى يقولوا لا يقولوا ما تروحوش للدكاتره، لا انا بقول روحوا للدكاتره، لان يا حاجه لما انت خفيتي من المجموعه الاولى دي وحسيت ان انت ما فيكيش حاجه، ده عشان كانت مرحله اولى. عشان برضو بيجي ناس تقول ايه يا والله ما تروحوش لدكاتره، ده الكريم ده احلى من اي دكاتره. حلو، ولكن الدكاتره مهمين جدا 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 عشان يشخصوا لنا الحاله يا جماعه، لازم نلجا للعلم، دكتور هيقول لك انت عندك ايه بالظبط، وده هيبقى مساعد في الخطه العلاجيه. انت خفيتي من اول مجموعه يا ماما وبقيتي كويسه، وفي ناس خفت من تاني مجموعه كويسه من غير اي حاجه وعارفه ان هم عندهم خشونه، ولكن دي كانت مرحله اولى او مرحله ثانيه. انما اللي عنده حاجه فيها تغيير مفصل وحاجه صعبه لازم يمشي العلاج ده معاه، يساعد على العلاج، يبقى خطه علاجيه معانا، صح يا دكتور؟ جميل. طبعا. وهنضيف بقى على جزء كمان ألام أسفل الظهر، ألام الرقبة طبعا. دكتورنا دكتور ياسر طبعا طبعا، ألام الرقبة زي الظهر بالظبط، زي ما الظهر بتأثر على رجليك الرقبة هتأثر على دراعك بالظبط، فهتلاقي ناس كتيرة جدا جاية بتشتكي في مشكلة في دراعي، لكن المشكلة دي مركزها الرئيسي وسببها هو الفقرات العنقية. أنا دلوقتي بقول لك على حاجة مهمة جدا يا دكتور، أنا بطمن الناس يا جماعة، خصومه الركبه والتهابات المفاصل حاجه، العلاج ده علاج قوي جدا. انا بقى ماليش دعوه بحد اللي بياخد يقول لك المنتج ده لكل حاجه، انا ماليش دعوه بالناس دي، انا ماليش دعوه باي حد يقول لك المنتج اللي موجود ده منتج بيعالج كل حاجه وخد هدفهم يبيعوا لا 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 لا،
انا بقدم هنا بقدم خير، بقدم منتج خير لابهاتنا وامهاتنا. لازم تبقى موجوده الثقه والامانه والصراحه، عشان كده انا جاي وبالدكاتره وبنتكلم بالثقه والامانه والصراحه. لا ناس تطلع تقول لك خد المنتج ده، ده بيعالج كل كبيره وصغيره، يلا عايز يشتغلوا. لا 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 يا جماعه، في ثقه وامانه وصراحه. مرحلة أولى، مرحلة تانية هقول لك خد الكريم واستخدم مجموعة مجموعتين هتمشي وهتبقى زي الفل. عندك حاجة متفاقمة وصعبة اسأل الدكتور، وده مساعد بنسبة 90% في علاجك، حاجة خير للناس. عايزين نوضح يا جماعة، احنا بنتكلم يا دكاترة بالثقة والأمانة والصراحة، عشان ما نبقاش احنا شايلين ذنب حد. ناس دافعة فلوس وعايزة نتيجة. أنا بشوف ناس بتيجي تسألني أنا دكتور أخدت كذا وكذا وما عملتش. أنا الوقت للأسف وقت البرنامج يا دكتور محمد خلص. أنا والله سعيد جدا بوجودك معايا دكتور محمد حمدي علاج طبيعي دكتور ياسر يعني. ربنا يكرمك. سعيد جدا يا دكتور ياسر الجميل اللي بيشرفنا دايما في كل حلقة. شكرا جدا دكتور ياسر. يا جماعة اسأل مجرب واسأل طبيب، اوعوا تروحوا غير للمكان الصح. عندنا هنا الثقة والأمانة والصراحة. تحياتي ليكم جمال فؤاد، ونلتقي بكم حلقات مرارا وتكرارا مع الدكاترة العظماء. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.